بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم مسائل تدريبية على الاحتكاك، المسائل رقم 3 للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الثاني، المادة فيزياء المستوى الثاني. سنتعلم اليوم بإذن الله أولاً حل مسائل على الاحتكاك الحركي، ثانياً حل مسائل على الاحتكاك السكوني. سبق وأن تعلمنا أنواع الاحتكاك وقلنا أن هناك نوعين من الاحتكاك، الاحتكاك الحركي والاحتكاك السكوني، وأيضاً تعلمنا أن هناك قانون يستخدم لحساب قوة الاحتكاك الحركي وقانون آخر يستخدم لحساب قوة الاحتكاك السكوني، وتعلمنا كيف نستطيع حل بعض المسائل على هذين القانونين. اليوم بإذن الله سنكمل ما تعلمناه سابقا. فقوة الاحتكاك الحركي تحسب من العلاقة التالية: FK تساوي μK في FN، حيث أن FK هي قوة الاحتكاك الحركي والμK هي معامل الاحتكاك الحركي والFN هي القوة العمودية. هذا بالنسبة إلى قوة الاحتكاك الحركي. أما قوة الاحتكاك السكوني فتحسب من العلاقة التالية: Fs أقل من أو تساوي حاصل ضرب μs في Fn، حيث أن الFs هي قوة الاحتكاك السكوني والμs هي معامل الاحتكاك السكوني والFn هي القوة العمودية. الآن في الشرائح القادمة سنكمل كيف نستطيع تطبيق هذه القوانين في حل المسائل. المسألة الأولى: إذا دفعت صندوقا خشبيا كتلته 35 كيلوغرام بسرعة ثابتة مقدارها 1 متر لكل ثانية، فما مقدار القوة التي أثرت بها في الصندوق، علما بأن الميو كي تساوي 2/10 وتسارع الجاذبية الأرضية يساوي 9.8 متر لكل ثانية. لحل هذا السؤال نبدأ بكتابة المعطيات، معطيات هذا السؤال. المعطيات: أول معطى عندنا هي كتلة الصندوق الخشبي يرمز لها بالرمز M وتساوي 35 كيلوغرام، كذلك يتحرك بسرعة اللي هي الـ V تساوي 1 متر لكل ثانية، وبما أن السرعة ثابتة فإن هناك تسارع لكن التسارع يساوي 0 متر لكل ثانية تربيع. والمطلوب هو القوة التي أثرت بها في الصندوق. إذن المطلوب أيها الطلاب والطالبات هو F الدفع. فكيف نستطيع حل هذا السؤال أيها الكرام؟ لحل هذا السؤال نقوم أولاً بعد كتابة المعطيات بتوضيح ورسم مخطط للحركة مبسط كالتالي: موضح لدينا في الشكل قوة الدفع باتجاه X الموجب، قوة الاحتكاك معاكسة لها، بقي عندنا هناك قوة مؤثرة مهمة جداً وهي قوة العمودية إلى أعلى بهذا الشكل الـ Fn، وتساويها وتعاكسها في الاتجاه قوة الوزن Fj إلى أسفل. نبدأ الآن بالحل لإيجاد الكمية المجهولة اللي هي قوة الدفع. نحن نعلم أيها الكرام أن الـ Fn كما هو موضح في الشكل تساوي الـ Fj، والـ Fj تحسب من العلاقة M في J. نعوض الآن بالأرقام الموجودة: الـ M 35 والـ J 9.8، يكون ناتج هذه الكمية 343 نيوتن. هذا بالنسبة إلى القوة العمودية وكيف استطعنا حساب القوة العمودية. نحن نعلم أن قوة الاحتكاك الحركي تحسب من العلاقة Fk تساوي μk في Fn، ونعوض بالأرقام الموجودة: الميوكي موجودة في السؤال 2/10،
ضرب الـ Fn حسبناها في الفقرة الأولى 343 يكون جواب هذا السؤال كالتالي، يكون الجواب 68.6 نيوتن. هذه بالنسبة إلى قوة الاحتكاك، نحن نريد قوة الاحتكاك ونريد قوة الدفع، كيف نستطيع حساب قوة الدفع؟ بما أن قوة الدفع أيها الكرام كما موضح في الشكل أمامنا في اتجاه الأفقي في اتجاه X، ولأن السرعة ثابتة كما هو موضح في السؤال فليس هناك تسارع، فلذلك فإن قوة الدفع تساوي قوة الاحتكاك، فيكون الجواب هو 68.6 نيوتن، فتكون قوة الدفع أيها الكرام تكون F الدفع هي نفسها F ميو F K وتساوي 68.6، والسبب لأن الحركة في اتجاه الأفقي في اتجاه الإكس وليس هناك تسارع لأن السرعة ثابتة، فبالتالي فإن الـ FK تساوي F الدفع وتساوي 68.6 نيوتن. نذهب إلى سؤال آخر، السؤال كالتالي: إذا دفعت صندوقا خشبيا كتلته 25 كيلوغرام بسرعة ثابتة مقدارها 1 متر لكل ثانية، فما مقدار تسارع الصندوق إذا كانت القوة المؤثرة 100 نيوتن، علما بأن ميو كي تساوي 2/10 والجي 9.8 متر لكل ثانية؟ لحل هذا السؤال لا بد من كتابة المعطيات كالعادة. المعطيات: المعطى الأول الكتلة 25 كيلوغرام، السرعة الثابتة 1 متر لكل ثانية، القوة قوة الدفع F الدفع، وهنا تختلف عن السؤال السابق بوجود قوة الدفع، هنا مقدارها 100 نيوتن، معامل الاحتكاك ميو كي يساوي 2/10، وتسارع الجاذبية J يساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع. المطلوب هو والمجهول هو أيها الكرام أيها الطلاب والطالبات هو التسارع، المطلوب إيجاد التسارع. كيف نستطيع إيجاد التسارع ونحن نعلم أيها الكرام هنا أن القوة العمودية تؤثر إلى أعلى باتجاه واي الموجب Fn، وأيضا تؤثر القوة التي تعاكسها قوة العمودية هي قوة الجاذبية إلى أسفل. النقطة المهمة جدا هنا أيها الكرام، لابد أن تعلم أن قوة الدفع هنا أكبر من قوة الاحتكاك، لذلك تحرك الجسم، تحرك الجسم، فقوة الدفع بهذا الاتجاه F B، وقوة الاحتكاك بهذا الاتجاه F. فهناك نقطة مهمة جدا لابد من معرفتها، أن قوة الدفع أكبر من قوة الاحتكاك. لحل هذا السؤال أيها الكرام نبدأ بالخطوات التالية. نحن نعلم أيها الكرام أن F المحصلة تساوي F المحصلة تساوي من هذا الشكل، هذه في اتجاه X الموجب وهذه في اتجاه X السالب، إذن تساوي قوة الدفع VB ناقصا FK اللي هي قوة الاحتكاك لأنها في اتجاه معاكس. ونحن نعلم أن F المحصلة من قانون نيوتن الثاني تساوي M في A، وتساوي الاف بي مقدارها ثابت تساوي 100 نيوتن كما هو موضح في السؤال اللي هي قوة الدفع، ناقصا الاف كي تساوي ميو كي في الاف ان في الاف ان. فما هي الكميات الغير واضحة وغير موجودة في هذا القانون الذي سأرمز له هنا بالرمز 1؟ نلاحظ هنا أيها الكرام أن الـ A هو المجهول وأن الـ Fn غير موجودة،
فكيف نستطيع إيجاد الـ Fn أولاً؟ لإيجاد الـ Fn نعلم أن الـ Fn كما قمنا بحلها في المسألة السابقة أن الـ Fn تساوي Fj وتساوي M في J وتساوي الـ M موجودة في المعطيات 25 كيلومتر كيلوغرام والـ J 9.8 فيكون ناتج هذه المسألة 25 ضرب 9.8 يكون الجواب 245 كيلوغرام 245 نيوتن فيكون جواب هذا السؤال 245 نيوتن فهذه هي القوة العمودية إذن هذا رقم 2 نعوض من رقم 2 في 1 فيكون الجواب كالتالي نركز أيها الكرام في هذه المسألة المهمة يكون M A تساوي 100 نيوتن ناقص ميو K في 245 بما أن المطلوب A فيكون الـ A يساوي أي كمية بجانب المجهول راح تكون في المقام الـ M 100 ناقصا الـ ميو K 2/10 ضرب الـ 245 اللي هي القوة العمودية ويكون جواب هذا السؤال كالتالي 2 متر لكل ثانية تربيع لأن الـ M هنا تساوي 25 كيلو جرام 25 كيلو جرام هذا بالنسبة أيها الكرام إلى حل هذا السؤال إذن بماذا يختلف هذا السؤال عن السؤال السابق؟ هذا السؤال كانت هناك قوة مؤثرة على الصندوق مقدارها 100 نيوتن كانت أكبر من قوة الاحتكاك وبالتالي لابد من إيجاد القوة المحصلة فالقوة المحصلة هنا تساوي قوة الدفع ناقصا قوة الاحتكاك كما هو موضح في الشكل بعد ذلك قمنا بالتعويض في القانون كالتالي حيث أن F المحصلة تساوي MA FB موجودة قيمتها في السؤال 100 نيوتن والFK معروف قانونها قوة الاحتكاك الحركي ميوكا في الFN وبهذا استطعنا التعويض بالأرقام وإيجاد التسارع الذي يتحرك به الصندوق كان 2 متر لكل ثانية تربيع ننتقل أيها الطلاب والطالبات المبدعون إلى سؤال آخر نستخدم فيه قوانين قوة الاحتكاك السؤال يقول يدفع عامر صندوقا ممتلئا بالكتب من مكتبته إلى سيارته فإذا كان وزن الصندوق والكتب معا 134 نيوتن ومعامل الاحتكاك السكوني بين البلاط والصندوق 0.55 فما مقدار القوة التي يجب أن يدفع بها عامر حتى يبدأ الصندوق في الحركة لحل هذا السؤال نكتب المعطيات بداية المعطيات أولا الوزن الـ FG وزن الصندوق والكتب معا يساوي 134 نيوتن معامل الاحتكاك السكوني اللي هو ميو S يساوي 55 100 المطلوب أو المجهول عندنا هو قوة الدفع التي يجب أن يدفع بها عامر الصندوق لحل هذا السؤال الحل نستخدم العلاقات التالية لابد من معرفة أيها الكرام أن القوة التي يؤثر بها عامر في الصندوق القوة التي يؤثر بها عامل في الصندوق تساوي قوة الاحتكاك السكوني وهي المطلوبة وتساوي ميو اس في اف ان الميو اس موجودة في السؤال 0.55 لكن الاف ان كيف نستطيع إيجادها؟ نحن نعلم أن إذا كان الجسم يتحرك أفقيا فإن الاف ان تساوي الاف جي وهي الموجودة في السؤال 134 نيوتن فيكون الجواب كالتالي تعويض 0.55
ضرب 134 ويكون الجواب هو 74 نيوتن، هي القوة اللازمة لكي يدفع بها عامر حتى يبدأ الصندوق بالحركة. النقطة الهامة جدا لابد من معرفة هنا أن الـ Fn تساوي الـ Fg وهي وزن الصندوق والكتب معا 134 نيوتن. هذا بالنسبة أيها الكرام لحل هذا السؤال وطبقنا عليه قانون قوة الاحتكاك السكوني. سؤال آخر، يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها 30 نيوتن في زلاجة وزنها 52 نيوتن عندما يسحبها على رصيف اسمنتي بسرعة ثابتة، ما معامل الاحتكاك الحركي بين الرصيف والزلاجة الفلزية مع؟ نقوم بكتابة معطيات هذا السؤال. المعطيات، أولا القوة التي يؤثر بها الفتى بما أنها قوة أفقية فتساوي أيضا هي قوة الاحتكاك وتساوي 30 نيوتن. وزن الزلاجة FJ يساوي 52 نيوتن وتساوي أيضا FN. المطلوب هو والمجهول هو معامل الاحتكاك الحركي هو المطلوب. كيف نستطيع حل هذا السؤال أيها الطلاب والطالبات المبدعون؟ لحل هذا السؤال نستخدم قانون قوة الاحتكاك الحركي. الحل يساوي FK تساوي μK في الـ FN، ونحن قلنا أن الـ FK هي نفسها القوة الأفقية التي يؤثر بها الفتى، والـ FN هي وزن الزلاجة بما أنها تساوي الـ FG. المطلوب ميو ك يكون الكمية التي بجانب المطلوب دائما في المقام Fn، والكمية التي قبل إشارة يساوي تكون في البسط Fk وتساوي الـ Fk موضحة في السؤال 30 نيوتن، والـ Fn موضحة أيضا في السؤال 52 نيوتن، فتكون ويكون معامل الاحتكاك الحركي يساوي 0.57. هذا هو معامل الاحتكاك الحركي عندما نهمل مقاومة الهواء. هذا بالنسبة أيها الطلاب والطالبات لهذا السؤال استخدمنا فيه قوة الاحتكاك الحركي لإيجاد معامل الاحتكاك الحركي بمعرفة القوة العمودية وقوة الاحتكاك الحركي. أيها الكرام تعلمنا اليوم مسائل تدريبية وكيف نستطيع حل هذه المسائل باستخدام قانون قوة الاحتكاك السكوني وقانون قوة الاحتكاك الحركي. مراجع درسنا لهذا اليوم، الفيزياء المستوى الثاني للصف الأول ثانوي، معجم الفيزياء المصور، الفيزياء المؤدبة، سلسلة التبسيط وسلسلة بالبيد التعليمية. للتواصل أو المزيد من الدروس على موقعنا على الإنترنت أو حساب دروس على تويتر أو الهاتف المجاني. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.